الكلام ده. عبد القادر عبد القادر، انا سعيد باللي انا شايفه ده. صحيح ما شاء الله يعني.
الشرف بإن موت عشان بلادي وسبت أهلي لأجل أضحى عشان ولادي فداكي دمي وكل حاجة يا مصر عادي في البرد واقف بحمي أرض نهار وليل وفي عز شمس الحر عمري ما أكون عليل حبك يا بلدي جوه قلبي ملوش مثيل المهنة ظابط أو مجند أو أمين مؤمن بربي وليا أهل البيت ولين مقبلش عالبلد دي أي شيء مشين ونمت غدر دمي في رقابت كلين المهنة ظابط أو مجند أو أمين مؤمن بربي وليا أهل وبيت ودين مقبلش عالبلد دي أي شيء مشين ونمت غدر دمي في رقبت كودين ماليش في موضوع السياسة ومش مسايس وكل همي كل مصري يكون كويس الراجل الكبير مقامه أب ليا وكل أو مسيحي أخ لي وليكوا احترام وفضل كبير علي المهنة ظابط أو مجند أو أمين مؤمن بربي وليا أهل وبيت ودين مقبلش عالبلد دي أي شيء مشين ونمت غدر دمي في رقبتكوا دين أنا دايما مش كتير لا احتجت شكر من مواطن او وزير وسعادتي تكمل لما الاقي الناس بخير ساعدوني نبني خل مستقبل بلدنا ونبقى قدوه لكل واحد من ولادنا ده لكل واحد دروه الا ما اتوجدنا